السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في برنامجكم أحلامنا الجميلة، فدائما نعيش مع عالم الأحلام والرؤى، فهذه نعمة من بعض النعم التي أنعم الله بها على العبد، ولكن بعض أحيان تكون نقمة على بعض الناس، فمن رأى في منامه أحلام ورؤى جميلة فهذه نعمة، ومن رأى غير ذلك فلا يلامن إلا نفسه. وأفضل الرؤى رؤيا الأنبياء والأولياء والصالحين والعارفين والذاكرين والقانتين. فتكلمنا آنفا أي سابقا عن رؤية السيدة آسيا زوجة فرعون عليه لعنة الله. أما حديثنا اليوم نتكلم على السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام في علم الرؤى والأحلام. فالذي يرى السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها يبين بأن الله جل وعلا سيمن على من يراها، لو كانت آنسة سيمن الله عليها بالزوج الصالح، لأنها تزوجت سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. السيدة فاطمة من سيدات أهل الجنة، فالذي يراها في المنام يدلل على المنزلة والرفعة والسمو والعلو، سواء كان في أمور الدين أو أمور الدنيا. السيدة فاطمة معنا أول اتصال. أم عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عمر. عندي رؤية صغيرة كده يا سامي. اتفضلي بس ارفع الصوت شوية. أنا حلمت إن جوزي بيزق سيارة حمراء. تمام. وأنا طالعة أزق معاه فأخد ضربني بالشراليك جامد وبالبواني عشان مش هزق معاه يعني. تمام. وأنا سبته ومشيت، لقيت عمي مداني في الجامع كده، خفت لو يكون شافني وهو بيضربني وكده، فمش عارفة شافني ولا لأ، وخلاص كده الرؤية. هو في الحقيقة مضربك يا أم عمر؟ لا لا، أول مرة. أول مرة في الحقيقة ولا في المنام؟ لا، في الحلم. ربنا إن شاء الله يجعل ذلك في المنام فقط لا غير، ولم يكن في الحقيقة. ولكن على كل، أولا موضوع السيارة وما شابه ذلك، إن الأمور حتكون ميسرة، ليس معقدة، ليس فيها التعقيد. الضرب في المنام دائما يكون خيل للمضروب وليس للضارب، يعني خيل لك أنت. ربنا حيمن عليك بنوع من أنواع الخير، ولكن نوعية الخير ايه الله اعلم. طب بعدين رؤية تانية صغيرة كده. طب اتفضلي يا ام عمر. جوزي حلم ان في حشرة طالعة من حمام، بس ما يعرفهاش هي ايه، جسمها مساوي بعضها كده وعينيها مبرقة كده، فراح جاي زقها برجله في الحمام تاني وطلع وقفل الحمام. هبصرك ان شاء الله يا ام عمر، اسمعيني من التلفزيون ان شاء الله. شكرا. تمرين امر يا اختي. الرؤيا بتاعتك تقول ان ربنا سيحفظك من النكد ومن البلاء ومن القيل والقال، لان الظاهر من المنام ان في حد تكلم عنك كلام مش كويس، كلام لا يجوز في شريعة الاسلام. دي مضمون الرؤيا والله اعلم. كذلك الذي يرى فاطمة الزهراء رضي الله عنها في المنام يدلل ربنا سيمن عليه بالذرية الصالحة الطيبة الجميلة المخلصة العارفة الذاكرة اللي هي لن تقرب للحرام أبدا،
ودي رسالة إلى كل مسلم أو إلى كل مسلمة. أنت عاوز أولادك يكونوا صالحين؟ معانا أم حازم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم حازم. لو سمحت يا شيخ، عندي رؤيتين ابني شايفهم. اتفضلي. فأول رؤية شاب كان ماشي في شارع، بقول أنا ماشي في شارع الإدارة يعني جنبينا في المكان اللي احنا فيه. تمام. فبقول شفت فيه ثلاث كلاب يعني ايه، فودينا علينا عمالين يعني يعملوا صوت ودينا علينا. تمام. وكنت ماشي انا وبنتي وهو، فبقول ان انا مسكت يعني طوبه كده وهوشت، كلبين منهم طلعوا يجروا وبعدوا عنا. تمام. والتالت اجى يجري ورانا، كان لونه بني، وقول قاعد يجري ورا منا وخلاص هيوصلنا. فبقول انا جدي ماسك راسه، حاطط راسه في الارض ودنتني ايه تاكي على راسه. تمام. وطلبت منك ان انت ايه تنادي حد من الشارع يحوشوا عنا. نعم. فاول انت جبتي راجل من الشارع وجيتي، وهو جاي احنا صحينا بقى من النوم. تمام. بس دي الرؤيه الاولى. اتفضلي قول الثانيه. الو. اتفضلي قول الرؤيه الثانيه. الثانيه بقول انا ماشي برضه في شارع، في شارع مدارس يعني، شارع كده في مدافن على ناحيه ومدارس على ناحيه ثانيه. تمام. فاول انا ماشي فايه لقيت حوالي 20 قطه مليين المكان. تمام. فخفت ان انا ادخل في الشارع يعني يجوا عليا كده ويضروني، فبقول وقفت فاسمعي الصوت بيقول لي تعالى تعالى من هنا. فبقول دخلت الشارع وانا جاي امشي، لقيت القطط جايه قدامي كلهيتها وقفلت الطريق عليا، وعملوا صوت زي ما بيقولوا ايه يمسكوا في بعض كده ويعملوا صوت كده. فبقول قطه منهم قاعده تتنط كده وتتنطط، فجت جايه عليا انا يطلع جسح عليا وعلى ايديا، دي تنطرها وطلع ارجع طلعت اجري ورجعت من الشارع تاني. تمام. فبقوله خلاص، وبرضه صحيت من النوم يعني مشيت رجعت الطريق تاني ورميت القطه اللي نطت ديت عليا وطلعت اجري وسبت القطط. هفسر لك ان شاء الله، اسمعينا ان شاء الله من التلفزيون. فدي الرؤيه بتاع لا كلمينا يعني. كلمينا ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله يا اختي. اولا موضوع الكلب في المنام، موضوع القطه في الرؤيه، الثانيه الرؤيتين بمعنى واحد، إن ربنا سيحفظ الابن من الأعداء والحاقدين والحاسدين، وإن ربنا سيحفظه من المكر ومن الخديعة ومن كل بلاء ومن كل سوء، والله أعلم. كذلك أيها الأحبة الكرام، معنا مدام فرحة من السعودية. لا صالحة صح؟ أيوة السلام عليكم. اتفضل يا مدام صالحة. لو سمحت انا حلمت. اسمعينا ان شاء الله. انا كنت جالسه. اسمعينا من التليفون يا مدام صالحه، وقت التليفون. وقت التلفزيون. ايوه وقت التلفزيون. أيوة. عفوا. انت معايا؟ اتفضلي يا مدام صالحه. انا حلمت شو اسمه، انا كنت جالسه معايا ولد. نعم. ولد صغير كده. تمام. عمره سنتين او ثلاث سنين. تمام. تمام. انت معايا يا شيخ؟ معاك يا فندم. انت معايا؟ ايوه سامعك اتفضلي. ثلاث سنين. نعم. ايوه معايا، انا حلمت معايا ولد سنتين او ثلاث سنين قاعد ورايا كده، ومن ورايا بيلعب في شعري كانه بيسرح لي شعري. تمام. تمام؟ تمام. انت معايا؟ معاك سامعك. كانه بيسرح لي شعري. ايوه وش اسمه، انا جالسه مخطيه بشرشف وعلي شرشف ملفوف، لفيت نفسي بشرشف ومن تحت من تحتي ماني لابسه ولا شيء. تمام. ماني لابسه ولا شيء يعني عريانه من تحت. تمام. تمام. والولد قاعد الله يكرمك كانه بيلعب لي من تحت. تمام. ماني عارفه. ايوه بعدين انا واختي، بعدين انا واختي اسمها جواهر، اختي معايا اسمها جواهر، دخلنا مستشفى. تمام. دخلنا الا بقول انا هذا المستوصف ما احب اخش فيه. فسخت العبايه كده ورميتها، وهي طالعت كده الا قالت ايه والله كمان هم جالسين بيشربوا شاهي البنات. فنفس محل البنات الغرفه الا خرج واحد ولد صغير اسود كده اسمر. تمام. اسود صغير كده سنه ونص، صغير ولد صغير، وداخل او دخل كده عريان كانه بيستحموه بيستحمى. دخل خرج من نفس من الغرفه اللي قالت اختي فيه بنات بيشربوا شاي، دخل الحمام كانه بيستحموه. تمام. ودخل الحمام وصحيت على الحلم.
انت معاكي مشاكل؟ وفي فيلم تاني. انت معاكي مشاكل في الحقيقه؟ معايا مشاكل متلتله من العام مع جوزي لين دحين، ما صارت الملكه من العام ما صار الفرح لين دحين. قول على الله. قول الرؤيه الثانيه. الرؤيه الثانيه؟ نعم. انا شفت برضي جالسه كاننا في بيت كده، وفي حريم كانه في عزيمه. تمام. انا جالسه معاهم في حريم، حرمتين، واحده سمراء كده اسنانها كانها بارده، والثانيه جنبها لاصقه جنبها، وبيضحكوا علي، بيضحكوا بيتكلموا ويضحكوا ويصطف علي، بيضحكوا علي ضحكه كده مسطحين. بس زعلت وقمت ابغى اخرج من الغرفه من عندهم. معايا برضو اختي اسمها جواهر، معايا اختي برضو ذا الحلم. تمام. جواهر خليتها اختي في الغرفه وزعلت كاني ابغى اخرج. هذه بنت اخو جوزي، بنت اخوه. نعم. جوزي اللي مرقت قلت لك من العام ما صار الفرح، بنت اخوه اسمها امنه. اسمها امنه. تمام. جات ورايا بتقول عمه، انا اصير مرت عمهم. عمه ليه انت بتروحي؟ بالله اوقفي، ليه انت بتروحي؟ بتقول لي بالله استنى اوقف، ليش ابغى اخرج عن الغرفه؟ وقالوا بيضحكوا لي، انا زعلت بيضحكوا لي ضحكه كده يا لطيف ما ادري كيف. وخرجت دخلت سياره، دخلت سياره لقيت ناس في السياره. في وحده ما اعرفها الا بقول مين هذه؟ الا قالوا هذه اختهم، يعني اخت ناس امنه، هذه اختهم ساكنه في جده. قلت لهم انا طب نسيت اكياس، في عندي اكياس نسيتها في سياره جوزي. بس هي المشاكل اللي معاك، المشاكل اللي معاك دي في جزئيه منها تسبب فيها بعض النساء. ايش ها؟ المشاكل اللي معاك دي في من ضمن هذه المشاكل إيوة. تسبب فيها بعض النساء النسوه. والله ما ادري، يمكن هناك، لانه هناك مرت اللي هو مرت اخوه سلفتي، يمكن بياخذوا من عنده فلوس، ما بيعطيني ما بيصرف علي وكذا، على طول ياخذوا. هو جوزها مات، اخوه مات قبل كم شهر، فقالوا لي يمكن هم اللي عامل له شيء يا لطيف، حتى ما يعطيكي ما صار الفرح. خلاص حفسرك ان شاء الله، حفسرلك ان شاء الله يا حقه صالحه، حفسرك باذن الله. اسمعينا ان شاء الله من خلال التلفزيون. اولا موضوع تسريح الشعر وما ذكر في الرؤيه الاولى، وانت قلت نفس الكلام، يدل ان معاك مشاكل. انت قلت انك انت معاك مشاكل متلتله، يعني مشاكل كثيره جدا، وهذا واضح من خلال الرؤيه انك انت تعاني من مشاكل وتعاني من بلاء وتعاني من ضغينه ومن حقد ومن كر، وتعاني من اشياء كثيره جدا متعدده في حياتك. اسال الله جل وعلا لك بصلاح الحال. موضوع الشعر والتسريح وما شابه ذلك يدل ان هذه الامور ستزول، وان ربنا حيسر لك الامور، وربنا حيبدل وحيغير لك الامور في الايام القادمه للاحسن والافضل والاجمل. موضوع المستشفى، ربنا سيحفظك من جميع الامراض، ولو تعاني من تعب او مرض سيزال عنك. موضوع العبين، ربنا حيسترك ان شاء الله. من معايا؟ معنا ام عمر، بكير تكمل ان شاء الله رؤيه الحاجه صالحه ان شاء الله في الرؤيه الثانيه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام عمر. ايوه انا حلمت ان انا واقفه قدام محل جزار، وكان واقف جنبي الشيخ عائد القرني، الشيخ السعودي حضرتك لو تعرفه. نعم. كان مسك في ايده حته لحمه وحاول يقنعني ان هو يقطع لي منها، فانا ما قعدت ارد، يعني مش عايزاها. المهم مشيت من المحل وانا واخده كيلو عزكم الله كرشه، والشيخ عائد خلاه يديني ساق من ساق الذبيحه متنضفه. هي اللحمه دي مستويه ولا لحمه نيه؟ لحمه نيه في محل الجزار، بس انا ما خدتهاش، انا خدت كيلو كرشه وساق من سيقان الذبيحه متنضفه. هو في حد يا ام عمر، يعني الشيخ عائد القرني يديله حاجه من رشا خدها يا ام عمر؟ هو حاول، انا ما والله ربنا، يعني انا ما هي دي الرؤيه اللي انا شفتها. والله يدل ان حظك قليل في الحياه يا ام عمر، في خير او في فرصه جات لك لغايه البيت، ولكن انت رفضتيها وانت ما خدتهاش وانت ما قبلتهاش. اسال الله جل وعلا ان ربنا يعود عليك بحياه جديده، حياه سعيده، ان ربنا يديك امر من الامور يسعدك سعاده بالغه. شكرا. تأمري امر، لأن الشيخ عائد القرني من أفضل علماء المسلمين في المملكة العربية السعودية، يعني نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحد. معنا مين؟
معانا ام محمد من المنطقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ام محمد اتفضلي. طب لو سمحت حضرتك انت، انا كنت حلمت حلمين كده عايزه حضرتك تفسرهم لي. اتفضلي بس اتكلمي بالراحه يا ام محمد، مفيش حد يجري وراكي، اتفضلي. ماشي. بعد اذنك، هو يا رب اللهم اجعله خير، لو انا حلمت بحد اصلا هو متوفي تمام، وحلمت بيه في الحلم ان هي توفت تمام، فانا خايفه قوي وقلقانه من الحلم ده. ما تخافيش يا ام محمد، انت خايفه من ايه؟ انت سنه على النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاة تعمليها والسلام. اول ما تقومي من النوم يا ام محمد تقولي اللهم اجعله خير، الله جل وعلا يحقق لك الرؤيا على الخير، وان كانت الرؤيا غير ذلك. على العموم الرؤيا موضوع ان هي تموت في المنام وهي متوفيه في الحقيقه، دي مناسبه سعيده لك انت، فلا تقلقي ولا تنزعجي. قولي الرؤيا الثانيه. اللهم امين. طب بعد اذن حضرتك يا فضيله الشيخ، اتفضلي. اعوذ بالله، يعني لو انا بحلم ان في حد بيحط لي مكياج في الحلم، واحدة يعني جارتنا، أيوة، وكأنها خطبتي تمام، وبس يعني اللي مقلقني بقى ومخوفني إن أنا برقص في الحلم، أعوذ بالله يعني، فأنا خايفة، فأمي بتقول لي ما ترقصيش ما ترقصيش إلا يوم فرحك، وأنا تمام. أصلا متزوجة ومعايا ولد وبنت. يا أم محمد، نعم. أنت أصلا في الحقيقة متعلمة فنون المكياج؟ لا والله، ممكن بحط لزوجي بس. ما انا عارف لزوجك انت هتحط لمين يا اسفاه. دي رساله يا محمد، دي رساله من ربنا انك انت تتعلمي فنون الرقص وتعلم فنون المكياج وتعلمي الاشياء اللي هي موضوع الشعر. انت هتعمل الحاجه دي لم ترتكبي شيء مخالف لا للشريعه ولا مخالف للقران ولا مخالف الى خير الانام محمد عليه الصلاه والسلام. دي رساله يا ام محمد عليك انك انت تهتمي بزوجك اهتمام شديد جدا، لحكمة ولعلة لا يعلمها إلا علام الغيوب. دي مضمون الرؤيا يا محمد والله أعلم. ودي مش لك أنت بس، ده إلى كل الأمة، إلى كل النساء. المفروض الواحد تتعلم فنون المكياج، تتعلم فنون الزينة، تتعلم إن هي كيف تكون نظيفة في البيت مع الأولاد أو مع الزوج. دي رسالة من الله جل وعلا في هذه الرؤية والله أعلم. كذلك رؤية الثانية بتاعت الحجة صالحة اللي هي من المملكة العربية السعودية. يا حجة صالحة، الرؤية الثانية تبين أن بعض الخلافات التي بينك وبين الزوج هي سبب فيها بعض النسوة. في بعض النساء هم عاملين لك المشاكل وهم عاملين لك الكلام ده، فعليك انك انت تفتشي في حياتك وتعالجي الامور معالجه حسنه، معالجه بالحكمه. نطلع فاصل ان شاء الله ايها الاحبه الكرام، وانتظرونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل في تاويل السيده فاطمه الزهراء رضي الله عنها وارضاها في علم الرؤى والاحلام. وقلت لكم يا جماعة، قلنا إن اللي يشوف السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها في المنام إن ربنا سيمن عليه بالذرية الصالحة. ودي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى إنه يعلم أولاده، كل إنسان يعلم أولاده الصلاح والفلاح. لابد إنكم أنتم تعلموا الأولاد، أو الواحد يعلم الأولاد الأخلاق وحسن الأخلاق وحسن المعاملة مع الآخرين. وربنا ما يقول كده في القرآن الكريم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انت عاوز اولادك يكونوا صالحين، عليك انك انت تاكل حلال ما تاكلش حرام، لانك انت لو كلت حرام وتغذيت والعياذ بالله على الحرام. معنا مين؟ معنا ام محمد. ايوه لو سمحت بعد اذنك. اتفضلي يا ام محمد. لو سمحت، اصل انا مش جنب التلفزيون. بعد اذن حضرتك، لو انا حلمت ان انا ماشيه في طريق فشفت نخل كتير تمام، المهم في نخله واحده اللي فيها بلح وانا باكل منها كتير لما بشبع وباخد لاولادي تمام،
وحلمت في نفس الحلم ان انا كنت عند بيت حماتي، نعم، فاخت زوجي ادتني سبحه، تمام، بس بتقولي حرصي عليها. يا ام محمد، نعم، انت ما تعمل ورد معين من الاذكار؟ ايوه كل يوم. تمام، استمري استمري على ما انت عليه من نسبه للاذكار، وعليك انك انت دايما تكوني في زياده. والله حضرتك بحاول على قد ما اقدر، بس الاطفال الصغيرين بس الحمد لله كل يوم. ايوه ربنا هيكرمك ان شاء الله، وهتكون يا ام محمد من اهل الصلاح والفلاح، ودي رساله من ربنا موضوع السبحه انك انت تكوني دائما في الاذكار ودائما مع ربنا سبحانه وتعالى. وموضوع النقل وما ذكر وما قيل في المنام يدلل على الرزق الطيب الجميل السهل الحلال الكثير المبارك، لأن النقل لها قصة جميلة مع العذراء مريم رضي الله عنها وارضاها. فقول الحمد، فقول الحمد لله والله أعلم. معنا أم محمد رقم 3، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. أقول لحضرتك، لما بنوته تشوف الرؤيه ان مامتها راكبه حصان كبير قوي ولابسه حاجه بتهفف كده وبتجري في مكان واسع زي بستان كده، واطفال كتير قوي قوي بيجروا على الحصان دوت عشان يلحقوه، ويقولوا ماما، وهي تقول لا دي ماما بتاعتي انا بس، يقولوا لها لا دي ماما بتاعتنا كلنا، وايمه منهم تعيط علشان مامتها. هي الام يا ام محمد، الام الزوج بتاعها موجود؟ كان ايامها موجود لكن هو توفى حاليا. انا متكلم على حاليا، خلاص توفى حاليا، ما توفى خلاص. تمام، هفسرك ان شاء الله يا ام محمد. سبحان الله، الرؤيا لا تعني الشيء اللي انت شفتيه، حتى ممكن انت تشوف رؤيا في المنام لها 20 سنة، ولكن لما تقص الرؤيا على المعبر، الرؤيا تعبر على ما هو الان في المستقبل. وموضوع الحصان وما شابه ذلك يا ام محمد يدل ان في انسان يرغب في الزواج من ام البنت، في انسان يرغب من الزواج في ام البنت. موضوع الحصان كذلك، البنت ربنا سيمن عليها بالقوه والصحه وسيمن عليها بالجمال والله اعلم. معنا مين؟ تفضل يا ام خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم خالد. حضرتك أنا حلمت حلم كده، حلمت إن أنا عليت إن أنا ماشية أنا وأختي رايحين نجيب لحمة، تمام، عليت إن في صابح عيد الكبير، نعم، ورحت عند الجزار بقول له أنا عاوزة لحمة، فلقيته قطع لي كرشة، قلت له لا أنا مش عايزة كرشة أنا عاوزة لحمة، وقلت له أنا عايزة أجيب كبدة عشان أعملها لجوزي عشان إيه جوزي عاوزها، تمام، راح جاب لي الكرشة جاب لي اللحمة الكبدة دي وأنا إيه عملتها، ولقيت عليت ان احنا مشينا، خدت الكرشه انا واختي بقى والممبار دي ومشينا، رحت لقيت عليت ان ابويا بيفحر حفره كبيره، تمام. الو، معاك، اتفضلي. الو، سامعك يا ام خالد، انت على الهوا، اتفضلي. ايوه، لقيت والدي بيفحر حفره كبيره، فبعدين ومرقق جنبه وبنت صغننه، فانا بقول لها بقول له ايه اخد البنت الصغيره دي، قال لي لا، قال لي ايه، قلت له طب هات اما افحر بدالك، قال لي لا برضك، ما رضيش يخليني افحر، بقى محتار ما بين البنت وما بين الحفره، تمام، والاخر هو لقيته ايه قلت له طب هات اساعدك، فخدت منه عليت ان هو بيعمل بفاس، خدت الفاس كده نضفت حوالين الحفره، ولقيت واحد جاب له نقلتين تراب حطهم له، فبقول له انت هتجيب تاني، قال لي الراجل ايه، اه هات لي تاني، الراجل قال له كفايه دون، طب التراب دون فيه سم كتير قوي، والاخر انا خدت بعضي وخدت البنت ومشيت، رحت لاختي بقول لها انت معاكي بنت، قالت لي اه، بس لقيت البنت اللي مع اختي جميله قوي والبنت اللي كانت مع ابويا وحشه، فانا بقول لها البنت اللي كانت مع ابوكي وحشه، شوفي وحشه ازاي، لقيتها بقت حلوه على دراعي يعني. هو والاخر لقيت، نعم يا ام خالد، هو الوالد متوفي ولا على قيد الحياه؟ لا على قيد الحياه، تمام. والاخر لقيت والدي عليت بقى ان انا خدت البنت دي، يعني لما انا خدتها واختي خدت البنت التانية بقوا حلوين قوي وبقوا جمال قوي، ولقيت لهم سنتين طالعين وهم عندهم شهر بس، كل عيله لها سنتين كبار، تمام، وخدتهم ومشيت انا واختي، ومرات ابويا بتقول له ايه انا عيانه قوي، هو قال لي انا تعبت خلاص انا عاوز ارقد وارتاح،
روحنا ورحنا البيت لقيت ان اختي معاها علبه فيها سلسله ذهب، وانا واختي التانيه معانا بردك علبه فيها ذهب، بس انا مش عارف الذهب اللي فيها دي ايه. رحت انا حاطينه في صندوق كده، جت واحده بتفتحه عايزه تاخد السلسله بتاعت اختي عشان تكسرها، وانا دخلت الحمام فهي بتشوفني انا سماعاها هشوفها وهي بتعمل ولا لا، فقعدت اقرا سوره النصر اذا جاء نصر الله والفتح. تمام. والاخر لقيت بقى الباب بيخبط علينا، لقيت واحده بتقول لي خدي اللحمه اللي انت كنت اشتريتيها هي. انت والدك يا ام خالد عادي من تعب ولا من مرض؟ يعني هو تعبان صحيا، يعني ان هو سنه كبير عنده 80 سنه. ربنا يطول في عمره وربنا يحفظه من كل مكروه ان شاء الله يا ام خالد. انت معاك مشاكل مع حد؟ انا معايا لا. تمام، قول الحمد لله. الحمد لله. اسمعك من التلفزيون. تأمرين امر يا فندم. ماشي. اولا موضوع اللحمه وما ذكر وما قيل دي رساله من ربنا يا ام خالد عليك انك انت تكثري من ذكر الله، لان اللحمه النيه في المنام ما تكون مش كويسه، ولكن ليس في كل الرؤى، لان ربنا ذكر ذلك في القران: ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. فدي رساله انك انت تكون مع ربنا. معنا مين؟ مين؟ معانا الاستاذ سيهان، بعد كده نكمل ان شاء الله قريه ام خالد ان شاء الله. تفضلي يا استاذه سيهان. السلام عليكم فضيله الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا دايما بحلم يا فضيله الشيخ ان انا يعني احلم احلام وان انا بشوف اموات. تمام. يعني بحلم بالليل اصبح الصبح الاقيهم اللي انا شفتهم دول اموات. ازاي تلاقيهم اموات؟ يعني يموتوا في الحقيقه؟ هم ميتين، يعني اللي انا شفتهم هم ميتين. اه. هفسرك ان شاء الله. ان شاء الله حق سامن هفسرك. اولا رؤيا معانا ام زيزو من الجيزه، اتفضلي يا ام زيزو. ام زيزو. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختي. لو سمحت عندي رؤيه. اتفضلي. بس انا شفتها من حوالي 3 سنين كده. تمام. شفت خير، انا اصلا منقبه. تمام. فساعات بيجي لي ضيق تنفس وبدفع النقاب. تمام. لو في حد ولا حاجه. المهم شفت خير، شفت ان لما كل اختي ندهت لي. تمام. وانا ماشيه وطالعه لها البيت كنت رافعه النقاب. نعم. بصيت لقيت واحد بص عليا. تمام. فانا شديت النقاب ونزلته. المهم طلعت لقيت اختي قاعده على حرف السفره على الكرسي. تمام. فقالت لي تعالي. فانا دخلت لها. فانا وانا داخله لها بصيت لقيت رياح شديده قوي قوي. فبقول لها ايه ده ايه ده؟ بصيت لقيت الرياح دي رفعتني بقيت في الهواء. تمام. فقعدت اقرا قران، اقرا قران كتير. بصيت لقيت نزل من عليا من السماء الدال اسود بطرحته لبسته، يعني حاجه نزلت عليا وراحت ملبساهاني. تمام. فانا مسكت الازدال لقيت مكتوب على الطرحه ايات بالقران بالابيض خط كبير، بس مش فاكره الايات ايه. تمام. فانا قلت ايه ده، هو ربنا كلمني وربنا بيكلمني. فجريت وفرحانه قوي، لفيت الطرقه الطويله. فبقول يا اختي يا سعديه يا سعديه، ما لقيتهاش معايا. لقيت اختي فاطمه اللي هي اصغر منها طالعه من الحمام متوضيه. تمام. فبقول لها بصي بصي، ده انا ربنا كلمني ولبسني الازدال ده، بصي يا اختي بصي مكتوب عليه ايه. وبعدين لقيت الشقه زي ما تقول ضلمه، اجي اولع النور ما بيولعش. فضلت اقول يا رب يا رب، فضلت ادعي وافتح افتح لقيت النور منور كله. بصيت لقيت اخت ليا واقفه، كان في ساعتها بيني وبينها مشاكل شويه. تمام. بس كنا اتصالحنا يعني. لقيتها واقفه على بعد، واقفه كده حزينه بتبص لي كده بصه مش عارفه احددها. المهم ما اهتمتش بيها، قلت ماليش دعوه. وقفت بصيت لقيت على البوفيه عندي فرخه، فرخه اللي هي بتاعت الاطفال اللعبه. تمام. وسفينه فضه برضه لعبه، وصحيت من النوم. هفسرك ان شاء الله يا ام زيزو، اسمعينا ان شاء الله من التلفزيون ان شاء الله. اولا رؤيه الاموات الحجه سهام، رؤيه الاموات دائما تكون حق ودائما تكون صدق، ورؤيه الاموات دائما تكون فيها الخير، رؤى الاموات دائما فيها الخير، ولكن يرجع
بعد ذلك على حسب الرؤية وعلى حسب الرأي. في ناس بتقلق وفي ناس يبقى عندها نوع انزعاج بالنسبة لرؤية الأموات. بالنسبة لرؤية أم خالد في الرؤية الثانية تدلل إن ربنا حيجعل لك من بعد العسر يسر، وربنا حيجعل لك من بعد الشدة ربنا حيجعل لك فرج، لأن اللحمة جت لك في آخر المنام اللي أنت كنت عاوزاها واللي أنت طلباها، فربنا حيحقق لك بعض الأمان والأحلام في حياتك. كذلك موضوع البنت إن هي كانت وحشة على يعني مع والدك، شكلها مش كويس، يدل إن الوالد يعاني من تعب أو يعاني من مرض أو يعاني من أشياء في حياته. ولكن لما تأتي إليك البنت وتصبح البنت جميلة يدل إن ربنا سيبشرك بالخير وسيبشرك بشرى طيبة جميلة عظيمة جدا في الأيام القادمة. بالنسبة لرؤية أم زيزو موضوع النقاب وهي ترفع النقاب وما ذكر في المنام يدل إن في حاجة في حياتك يعني تحتاج إلى توجيه وإلى وعي وإلى إرشاد وإلى حكمة. كذلك الرؤية تبين إن في حد يا أم زيزو ينظر إليك من تحت لتحت، يعني على رأي المسخ من خلف الشبابيك. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يحفظك من الحرام وربنا يحفظك من كل مكروه. معنا مين؟ معنا أم محمد، بعد كده نكمل إن شاء الله مع أم زيزو. تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم حضرة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم، تفضلي. بقول لحضرتك أنا ابني يعني كبير وعنده ثلاث أولاد تمام. وفي عنده زوجة تانية، والزوجة الأولى يعني بالأطفال لسه غضبانة يعني في مشاكل كده، والزوجة الثانية موجودة بس ما حملتش تمام. وأنا حلمت إن ابني ومراته اللي هي الجديدة لابسين عريس وعروسة تمام. فحضرتك تفسر لي يعني. دي مناسبة سعيدة للابن، إن ربنا يحمون على ابنك بمناسبة سعيدة. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يعد يعني يرتب له الأمور في حياته، والله اعلم. ادعي له حضرتك، ادعي له والله عشان هو افكار بشويه. ربنا يفرج عنه ان شاء الله وعن جميع امه النبي عليه الصلاه والسلام يا ام محمد. اولا رؤيه الحجه ام زيزو موضوع الرياح الشديده، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لك مكانه وجعل لك منزله مع ربنا، يعني الظاهر انك انت دائما مع ربنا ودائما مطيعه لربنا، لأن الرياح دي نكد والرياح بلاء وهم وغم وضيق، ولكن الرياح لما ترفعك إلى أعلى دون إيذاء ودون أذى ده هذا خير عظيم جدا 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 لك. موضوع الإزدال ده يدل أن ربنا حيسترك ولن يفضحك ولن يخزلك، دائما ربنا حيقف معك إن شاء الله وسيساندك. الآيات القرآنية نوع من أنواع البركة، والقول بأن هذا حديث الله أو كلام الله، أولا الله جل وعلا لا يرى، والله جل وعلا لن يوصف، ولن تراه العيون ولن تخالطه الظنون، ولكن من يسمع كلام الله أو صوت ربنا سواء كان بالصوت أو على هيئة نور يدلل إن ربنا حيجعل لك نوع من أنواع البشرى الجميلة العظيمة جدا 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 لك. موضوع الأخت الحزينة في المنام يدل إن هي تعاني من نكد أو تعاني من كبوة أو تعاني من أمر من أمور هو مزعلها مضايقها في حياة الأخت اللي هي جاية حزينة في المنام. موضوع الفرقة وما شابه ذلك يدل إن ربنا سيمن عليك بالرزق، والله أعلم. كذلك السيدة فاطمة لها مرحلة كفاح في حياة السيدة فاطمة، فيدلل أن من يراها في المنام سيكون له مرحلة كفاح سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. كذلك بعض المفسرين أو بعض المعبرين يقولون، وأنا لا أميل إلى هذا الرأي ولكن أقول من أجل الأمانة، بعض المعبرين يقولون أن من يرى السيدة فاطمة في المنام سيتوفى له أب أو أم، الذي يرى السيدة فاطمة في المنام سيتوفى له أب أو أم، وأنا لا أميل إلى هذا الرأي. دي بالنسبة لرؤية السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها في المنام. كذلك أيها الأحبة الكرام،
الله جل وعلا يوحي للعبد في بعض المنامات ببعض الرؤى. هذه الرؤية التي يعطيها الله جل وعلا إلى من يشاء، لإما هذه الرؤية تكون رؤية مبشرة أو تكون رؤية منذرة. مبشرة تبشرك بأمر من الأمور، ومنذرة تحذرك من أمر من الأمور. أسأل الله جل وعلا إن ربنا دائما يبشرنا بأمور الخير في جميع الرؤى وفي جميع الأحلام وفي الحقيقة. تكلمنا اليوم عن رؤية السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وإن شاء الله إن كان لنا في العمر بقية سيتكلم في الحلقة القادمة عن رؤية السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها في علم الرؤى والأحلام، فانتظرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.